بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء الأربعاء، هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. قبل أن نبدأ بتفسير الآيات المباركات، نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ. 011-80-88-3-0 011-80-88-3-0. على بركة الله نبدأ بتفسير الآيات الأخيرات والمباركات في سورة المنافقون، في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمات يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذا نداء من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، لأنهم هم الذين يمتثلون أمر الله ويستمعون لندائه سبحانه. بمقتضى الإيمان الذي معهم خلاف المنافقين، لأن السورة سورة المنافقين، بخلاف المنافقين فإنهم وإن أظهروا القول بألسنتهم، آمنوا بألسنتهم، إلا أنهم لا يؤمنون في قلوبهم. فلذلك نادى الله سبحانه المؤمنين، والإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، المراد بالإنفاق هنا إخراج المال في طاعة الله سبحانه وتعالى، بالزكاة والحقوق الواجبة، وكذلك الصدقات المستحبة، لأن الله إنما رزقكم هذه الأموال ليبتليكم بها. قال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ولا يسلم من فتنة هذا المال إلا من أدى حقه بأن ينفق منه في طاعة الله عز وجل. أنفقوا مما رزقناكم، هذا تفضل من الله سبحانه، فالمال منه هو الذي رزقهم إياه، ويأمرهم ويطلب منهم أن يتصدقوا منه ليكتب ذلك لهم أجرا عنده سبحانه وتعالى. فالفضل من الله سبحانه وتعالى. من قبل أن يأتي أحدكم الموت، لأن الأعمال لها نهاية،
ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه متمكن من الإنفاق ومن الأعمال الصالحة، فينتهز هذه الفرصة من قبل الموت، قبل أن يأتي أحدكم الموت، لأنه إذا جاء الموت انقطع العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، فنهاية العمل هو بحضور الأجل، إذا بلغت الروح الحلقوم، بلغت الغرغرة. فالإنسان ينفق ما دام صحيحا شحيحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخر حتى إذا نزل به الموت ورخص عليه المال تصدق حين ذاك لا يقبل منه، قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني، أي هلا أخرتني، يطلب من الله يؤخره إلى أجل قريب، لا يطلب أجلا طويلا ومدة طويلة، وإنما يطلب من الله أجلا قريبا من أجل أن يتصدق، فأصدق وأكون من الصالحين، أصدق بالزكاة وغيرها من النفقات الواجبة والمستحبة، وأكون من الصالحين، أي أحج فريضة الإسلام والحج التطوع والعمرة، لأنه كان مهملا في حياته، غافلا ممسكا لماله، فإذا حضره الموت عرف تفريطه وتضييعه، فيريد أن يستدرك ما فات ولن يتمكن من ذلك. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال الله جل وعلا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فهذا إخبار منه سبحانه وتعالى لنا بأن لا نؤخر الأعمال الصالحة والإنفاق مما رزقنا إلى حضور الأجل، ولو طلبنا منه أن يمهلنا ولو قليلا وأجلا قريبا لم يجبنا إلى ذلك. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ثم قال جل وعلا: والله خبير بما تعملون، خبير بأعمالكم، لا يضيع منها شيء، فأنفقوا وتصدقوا واعملوا من الصالحات ما دمتم في زمن الحياة والإمكان، قبل أن يغلق الباب ويمنع الرجوع إلى هذه الحياة وتدارك ما فرطتم فيه. والله خبير بما تعملون من خير أو من شر، وهذا معناه أنه سيجازيكم، هذا خبر معناه أنه سيجازيكم على ما عملتم من خير أو شر. نعم. أحسن الله إليكم. بعد أن استمعنا إلى تفسير الآيات المباركات في هذه السورة العظيمة، نذكر مرة ثانية بتليفون البرنامج 011-80-88-3 لمن أراد الاتصال بالشيخ. أم ماجد تقول: أرغب بتسمية بناتي بهذه الأسماء، وتستشير الشيخ صالح الفوزان: أبرار وإيمان وسندس. لا بأس بذلك، الأسماء التي لا تتضمن معنى محرما، كأن تعبد لغير الله أو يكون فيها كراهية من سماعها، تنفير عند سماعها، فالأسماء الطيبة والأسماء التي لا تنفر السامع الأصل فيها الإباحة. نعم. أبو محمد يقول: الشيخ صالح، كيف يزيد الإيمان؟
يزيد بالطاعات، كلما كثرت الطاعات زاد الإيمان. قال الله جل وعلا، قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الإيمان يزيد بالطاعات، من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة وغير ذلك، وينقص بالمعاصي، وقد يصل إلى حبة خردل أو أقل، وقد يزول. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبدل هذا الحديث على أن الإيمان له أعلى وله أدنى، له أدنى، وأنه قد يبلغ إلى حبة خردل، وقد يزول ولا يبقى منه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يضعف، على أنه يضعف، يكون قويا ويزيد، وأيضا ينقص ويضعف، حتى يكون إلى حبة خردل. نعم، أحسن الله إليكم. نستسمحكم بهذه المكالمات ونأخذ الاتصال الأول. أبو ياسر من الرياض، تفضل أبو ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. تفضل. هذه ارتداد. أبو ياسر اسمعنا من الهاتف، وقصر التلفزيون شوي لأن فيه صدى عندنا. تفضل. تفضل. انقطع برنامجكم على التلفزيون. تفضل. تفضل. بسأل يا طول العمر الشيخ، يقول: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخيركم خير ما قلت وأنا النبيين من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما مدى صحة هذا الحديث؟ طيب، يجاوب الشيخ. الحديث حديث صحيح، ولكن أنت خلطت بين يوم الجمعة ويوم عرفة. خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وأما عرفة فالحديث الوارد هو قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم، هذا صحيح الحديث، أنه خير ما قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. يا أخي قلنا الحديث صحيح. نعم. طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني طال عمرك، بالنسبة لفضل الجلوس بالمسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاع قيد الرمح والسنة بعدها، شكرا، هل هو صحيح حجة كاملة تامة تامة مع الرسول؟ نعم، هذا ورد، وإن شاء الله يرجى فيه الخير. نعم. السؤال الأخير باقي. طيب، تفضل. يقول: بالنسبة ل إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورجلكم وامسحوا برؤوسكم ورجلكم المرافق، هل المضمضة والاستنشاق غير واجبة؟ داخلة في غسل الوجه يا أخي، داخلة في غسل الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتوضأ تمضمض واستنشق، وقال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، لأنهما في حكم الظاهر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هذا أبو عبد الله، اشتريت سيارة لأخي وكتب على زجاجها الخلفي عبارات: اذكر الله، وعبارة: ما شاء الله، خوفا من الحسد، ما رأي الشيخ في ذلك؟ لا، إذا كان يكتب عليها باعتقاد أن هذا يمنع الحسد ويمنع العين
هذا لا يجوز، هذا اعتقاد لا يجوز، وهذا من استعمال التمايم. ولكن بعضهم يكتبها يقول أريد أن أذكر الناس أنهم إذا رأوا هذا يذكرون الله ويتنبهون لذلك. نعم. أبو موسى تفضل من خميس مشيط. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. مرحبا شيخ. تفضل. معك أبو موسى من خميس مشيط. تفضل. عندي 4 أسئلة طال عمرك. تفضل. زوجتي قبل 13 سنة اعتمرت وكانت لابسة غطوة، وبعد ما انتهت من الأمر وقبل أن تقصر لبست النقاب ووضعت فوق النقاب طبقة خفيفة، فهل عمرها صحيحة؟ طيب يجاوب الشيخ. العمرة صحيحة، ولكنها أخطأت في لبس النقاب تحت، ولو كان تحت الغطاء تحت الشيلة لا يجوز لبس النقاب، المحرمة لا تنتقب، ولكن إذا فعلت هذا عن جهل فليس عليها شيء، أو فعلته ناسية ثم أزالته فليس عليها شيء. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني أربع الطفل 3 مرات مشبعات متفرقة، ثاني عد أخو الأولاد. يا أخي الرضاع المحرم 5 مصات، كل مرة يمص الثدي وينزل عليه يدر عليه لبن 5 مصات، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. الإملاجة معناها المصة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 10 رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ ذلك ب5 رضاعات معلومات يحرمنا، والمراد بالرضعة المصة التي يحصل معها لبن، فإذا مص الثدي ونزل عليه لبن ثم تركه ثم عاد إليه مصه ثانية ولو في مجلس واحد صار ابنا لها وأخا لأولادها، وابنا لزوجها وأخا لأولاده أيضا. نعم. السؤال الثالث. نعم شكرا لك. إذا نكتفي بهذه الأسئلة. فضيلة الشيخ، هذا السائل أبو محمد يقول ما الدليل على عموم الرسالة المحمدية الخالدة لرسولنا صلى الله عليه وسلم؟ الدليل قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. وقال صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ هل يشترط التلفظ بنية الجمع بالنسبة للصلوات؟ لا حاجة إلى التلفظ، يكفي النية، النية تكفي، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. هذا السائل يقول ما حكم تعجيل مؤخر الصداق وهل هو جائز؟ مؤخر الصداق حق للزوجة في ذمة الزوج، إن شاء أخره إلى أجله وإن شاء قدمه، إذا رضيت بذلك رضيت باستلامه مقدما فلا بأس بذلك لأن هذا حقها. نعم. أبو ريان من الرياض، تفضل أبو ريان. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. شكرا أخي صالح، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. الله يحفظك. الله يبارك فيك. نعم. الله يرفع بيدك ويثيب ويرحم والديك. عندنا معك سؤالين الله يجزاك خير، وبعد السؤالين أبغى أكلمك. طبعا السؤال الأول، إحدى قريباتي نوت العمرة من جازان إلى الرياض، وقبل وصولها إلى مكة اتصل بها زوجها وقال أخر العمرة حتى أقدم أنا من جازان ونأخذ العمرة سويا. وعندما أتى زوجها من جازان إلى مكة قالوا لها اذهبي خارج حدود مكة ثم عودي وحرمي وأنوي بالعمرة وعودي إلى مكة، فهل عمرتها جاهزة أم لا؟ طيب يجاوب الشيخ. الإحرام يكون من الميقات، ميقاتها الجيزان وهو يلملم، وإن جاءوا عن طريق
إن جاءوا عن طريق عسير فيحرمون من السيل، وإن جاءوا عن طريق الساحل يحرمون من يلملم. فهذه المرأة إحرامها من الميقات، ما هم من التنعيم، من الميقات، هي ترجع إلى الميقات وتحرم منه للعمرة. نعم. أخذ العمرة مع زوجها بعد ما وصل مكة، فجاء عليها يا شيخ. إيش الكلام هذا؟ هي زوجها وصل إلى مكة وقالوا لها اخرجي خارج حدود مكة وحرمي مع زوجك ثم عودي إلى وخذي العمرة. أقول كالإحرام، إحرام في حقها من الميقات لأنها جاءت من جيزان تريد العمرة فتحرم من الميقات، إن كانت أحرمت تبقى على إحرامها إلى أن يأتي زوجها وتؤدي العمرة معه، وإن كانت لم تحرم ترجع إلى الميقات وتحرم منه. نكتفي بهذا. والعمرة التي أخذت مع زوجها يعني ما غير جاهزة؟ جاوب الشيخ. ما اسمع كلامك. طيب ايش يقول؟ نكتفي بهذا لان في تردد. ايش يقول يا في تردد يا شيخ؟ ايش يقول؟ في تردد بصوته يا شيخ. يقول ايش يقول؟ علم ما سمعته يا شيخ الله يحفظك. يسال هذا السائل، خليه يرد لك. نعم، في تردد، في صدى بيننا وبينه يا شيخ. ما كيفيه دعاء ختم القران؟ وهل يلزم صلاه ركعتين ثم الدعاء؟ ختم القرآن، إذا أكمل القرآن يدعو بما تيسر له وليس له دعاء معين، يدعو بما يسر الله له من الأدعية الصحيحة، لأن هذا مظنة الإجابة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدعون الله عند ختم القرآن، بل إنهم يجتمعون لذلك ويؤمنون على دعاء القارئ ليعم الأجر الجميع. نعم. نذكر مرة ثانية الإخوة والأخوات بأن يكون الاتصال عبر الهاتف، وأن يكونوا بعيدين الحقيقة عن جهاز التلفزيون، لأن هناك الحقيقة تردد وصدى يؤخر الاستجابة لسماع صوتهم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يقول لوصفهم الدواء بأنه قاهر للمرض، هذه العبارة ما رأيك فيها؟ هذه مبالغة، ليس قاهرا للمرض، إذا أراد الله لا ينفع الدواء، الدواء إنما هو سبب، إذا أراد الله أن ينفع نفع وإلا فإنه لا ينفع، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، والدواء إنما هو سبب من الأسباب. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. أبو فيصل من الظهران، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا أخي عبد الكريم. السلام يا شيخ صالح، مساك الله بالخير، الله يطول عمرك. مساك الله بالخير، الله يطول عمرك ان شاء الله. سؤالين يا شيخ الله يحفظك على السريع احتراما للوقت، الله يحفظك. تفضل. السؤال الاول، قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس، المقصد في هذا الحديث الله يحفظك يا شيخ؟ خلي يجاوب الشيخ، تفضل. المقصد يدل، هذا يدل على فضل هذا الدعاء، هذا التسبيح وهذا الذكر، يدل على فضله وأنه خير من الدنيا وما فيها، لأن أجر الآخرة لا يقاس بالدنيا وما فيها. نعم. السؤال الثاني. طيب السؤال الثاني يا شيخ الله يحفظك، أنا كنت من فترة طويلة يا شيخ أرى اللهم لك الحمد رؤى وتكون بشكل مستمر، الآن لفترة طويلة يا شيخ انقطعت، فهل فهذا له مقياس معين او شيء او سبب معين يا شيخ الله يحفظك؟ ودعواتك بضر الغيب الله يحفظك لي، الله يجزاك خير. شكرا. لا ابدا، ما له سبب معين، والرؤى تاتي وتنقطع، وهي من الحق، اذا كانت الرؤيا يعني على يد الملك، لان الرؤى على ثلاثه اقسام، منها رؤى أغاث أحلام حديث نفس، يكون يفكر في شيء في اليقظة فإذا نام أتى عليه، هذا أغاث أحلام. الثاني يكون من الشيطان فيأتيه بأمور يكرهها ويزعجه، وعلاج هذا
أنه إذا أراد أن ينام يقرأ آية الكرسي، فإذا قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكذلك إذا وجدها يستعيذ بالله من الشيطان وينفث على يساره 3 مرات ويتحول من جنبه إلى الجنب الآخر ولا تضره بإذن الله. وأما الرؤيا الصحيحة فهي ما كانت على يد ملك الرؤيا، وهي رؤيا حق. نعم، أحسن الله إليكم وشكرا للمتصل. السائلة أم عبد الله تقول: ابن أختي شاب في الجامعة وأنا مدرسة وميسورة الحال، وهو قريب من الزواج، هل أعطيه من الزكاة؟ نعم، تقول: ابن أختي شاب في الجامعة وأنا مدرسة وميسورة وأريد أن أعطيه من الزكاة. لا بأس بذلك، إذا كان يحتاج إلى مساعدة ليتزوج وهو بحاجة إلى الزواج فيعطى من الزكاة. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: اختلاف الفتوى بين عالم وعالم، أيهما آخذ بالفتوى مأجورين؟ أول شيء لا تكثر الأسئلة مع كل الناس. إذا سألت عالما من العلماء تثق بعلمه وبدينه فخذ بفتواه، ولا تسأل آخر وآخر كما يفعل بعض الناس ثم يرتبك بعد ذلك ولا يدري بما يأخذ. ثانيا، إذا احتجت إلى السؤال فاختر من تثق بعلمه ودينه واسأله. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، أحسن الله إليكم. أبو إبراهيم يقول: شيخ صالح، بالنسبة لتفسير الجلالين، وأيهما أفضل في التفاسير؟ تفسير الجلالين تفسير طيب ومختصر، ولكن فيه تأويل للصفات، وقد علق عليه وبين ما فيه من أخطاء عقدية، فهو تفسير مفيد ومختصر. والذي عنده إلمام بالعقيدة ومعرفة للعقيدة يقرأ فيه ويستفيد منه. نعم، أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت يقول أبو عمار: عبارة شيخ أتعبتني نوائب الدهر وشدائدها، هل فيها محظور شرعي غفر الله لكم؟ أي نعم، لا ينسب شيء إلى الدهر، لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهذا من الله ليس هو من الدهر. فلا يسب الدهر أو يلوم الدهر أو ينسب إليه المكروهات أو ما أشبه ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. وصلتنا هذه الأسئلة. يسأل أبو عبد الله عن اشتراط الوضوء لصلاة الجنازة، هل يشترط؟ نعم، من شروط صحة صلاة الجنازة الطهارة، مثل الصلاة الفريضة والنافلة، لأن هذا صلاة تشترط له الطهارة. نعم، الأخت مرام تقول: لي أخت تتشائم من أحد أيام الأسبوع وهو يوم الثلاثاء يا شيخ، وأريد من الشيخ أن ينصحها. هذا من اعتقاد الجاهلية، لا يجوز التشاؤم بالأيام ولا بالطيور ولا بالأشخاص ولا بالبقاع. التشاؤم عقيدة سيئة، والفال هو الأحسن، تفاؤل بالخير هذا أحسن، والتشاؤم هذا طيرة، والطيرة شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أبو حسام من تبوك وأرجو أن يسمعنا عبر الهاتف، تفضل يا أبو حسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. ما أبغى أطيل عليك بالأسئلة الله يجزاك خير، ولكن عندي سؤال يقول: هل يجوز الصلاة بدون أذان، يعني فقط بالإقامة، إذا فات المسجد ما حضرت الجماعة مع المسجد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: نساء المؤمنون اللي يكونون بالجنة من يتزوجهن؟ يعني نعرف أن في حوريات للمؤمنين،
هل للنساء رجال في الجنة أو كيف الحال يعني؟ شكرا. السؤال الثالث، ما هو المحظور في صلاة العصر؟ صلاة العصر لها وقت معين تحضر فيها الصلاة، متى على توقيتنا احنا يعني؟ جزاكم الله خير. شكرا. نعم، السؤال الأول، الصلاة بدون أذان إذا أذن في البلد يكفي، هذا يسقط الواجب، ويؤذن أئمة مؤذنون المساجد يؤذنون أيضا، هذا يكون مستحبا، وإذا لم يؤذنوا فيكفي أذان الواحد في البلد إذا أذن، هذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. نعم. يسأل عن نساء المؤمنين من يتزوجن في الجنة. قال الله جل وعلا: إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلنا، هذا في نساء بني آدم في الآدميات، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، يتزوجون في الجنة ويتزوجون الحور العين. نعم. وقت صلاة العصر متى يبدأ ومتى ينتهي؟ يبدأ بخروج وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مساويا له، الشيء المرتفع إذا تساوى هو وظله دخل وقت العصر، ويستمر إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس، يكون هذا وقت ضرورة، والذي قبله وقت اختيار، هذا ما لم يرتبط بجماعة يصلي مع الجماعة، إذا ارتبط بجماعة فيصلي مع الجماعة في أول الوقت إذا كانوا يصلون أول الوقت، أما إذا كان منفردا فلا له فرصة إلى أن تصفر الشمس، ولكن المستحب والأفضل أن يبادر بالصلاة في أول وقتها. نعم. أبو فارس من الرياض، تفضل أبو فارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. ممكن أسأل شيخنا فضيلة الله يعطيه العافية إن شاء الله. تفضل. هل السيارات المنتهية بالتمليك يجوز أخذها أم لا؟ طيب شكرا. التأجير المنتهي بالتمليك لا يجوز، لأنه جمع بين عقدين مختلفين، ولأن مآل السيارة في النهاية لا يدرى إلى ما تنتهي وتكون حالها، فهو عقد على مجهول، وقد صدر في تحريمه قرار من هيئة كبار العلماء من زمان طويل، والقرار موجود تحريم التأجير المنتهي بالتمليك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول: أنا أكثر من النذر، فما الحكم الشرعي فيه؟ وإذا عجز عنه هل يسقط عنه النذر؟ نعم. يقول: أنا أكثر من النذور فضيلة الشيخ، ما الحكم الشرعي فيه؟ وإذا تعذر الإيفاء بالنذر هل يسقط عني؟ إذا قصد النذر وهو نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به، قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، قال تعالى: يوفون بالنذر، يعني الأبرار، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قال جل وعلا: وليوفوا نذورهم، قال وقال سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني فيجازيكم عليه، إذا كان نذر طاعة ونواه فإنه يلزمه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في مسجدنا في الحارة شخص يأتي جزاه الله خيرا مبكرا للمسجد، ولكن يأتي بأولاده وأولاد أخته وهم صغار من 7 و5 سنوات و9 سنوات في مقدمة الصف، ما رأي الشيخ في ذلك؟ إذا كانوا مميزين بلغوا 7 سنين يصلون، خليهم إلى جنبه ويضبطهم، أما إذا كانوا صغارا فالأولى أن لا يأتي بهم إلى المسجد، وإن أتى بهم فعليه أن يضبطهم ولا يتركهم يعبثون أو يضايقون المصلين. نعم. إبراهيم من الحوطة، تفضل أخي إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام.
عندي سؤال خذ الشيخ صالح. تفضل. أنا سؤالي ما حكم مثلا من يخطط جزء مثلا من الدوام الرسمي لأداء واجب عزاء مثلا في أحد الناس أو الأقارب أو كذا أو قضاء حاجة معينة، هل يجوز الفعل هذا أم أن الموظف مؤتمن على عمله للدولة في الأوقات يعني المحددة؟ هذا سؤال. شكرا. بلا شك أن الموظف يجب عليه الحضور في مكان العمل والقيام بالعمل، ولا يجوز له أن يتغيب ويترك العمل إلا لعذر شرعي يسمح به النظام. أما أنه يتساهل ويتكاسل ولا يحرص على الحضور أو لا يحرص على إكمال الدوام، هذا لا يجوز، لأن هذا أمانة في ذمته. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي أن تسندوا الأعمال، هذا خطاب لولاة الأمور، أن تسندوا الأعمال إلى من يقوم بها على الوجه المشروع والوظائف. نعم. أحسن الله إليكم. وردنا هذه الأسئلة قبل بداية البرنامج يا شيخ صالح، ويقول السائل فيها بأن عندي أراضي متعددة وذلك لحفظ مالي أو الانتفاع بها لأولادي بعد موتي، هل على هذه الأراضي زكاة؟ لا، إذا كنت لا تنويها للبيع وإنما تنويها للعقار والانتفاع بها في المستقبل فليس فيها زكاة. نعم. بالنسبة إذا أردت قيام الليل شيخ صالح، هل أنوي أو يلزمني أن أنوي عدد الركعات التي سأصليها وكم عدد الركعات في قيام الليل؟ أبدا، قم من الليل ما تيسر، وقيامك وتوضؤك وقيامك هذا هو النية، هذا هو معناه النية، ما فعلت هذا إلا وقد نويت، ولا يلزم أنك تنوي عددا معين من الركعات، صلي ما تيسر لك، وكل ما أكثرت فهو أفضل. والذي ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة أو 13 ركعة، لكنه كان يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود. نعم. أبو هاشم من الخرج، تفضل يا أبو هاشم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. عندي سؤال واحد. تفضل. عندي زوجتي كانت صغيرة عمرها يمكن 15 وما تتمها، ولا أبوها ما عنده حرمة وبدو وتسرح في الغنم، ويجيهم رمضان ولا عندهم من يسوي لهم لا سحور ولا فطور، وهي تسرح في الغنم كانت ما تصوم حوالي يمكن 5 سنوات، ولا أدري هاد حال هنا عليها شيء ولا وتقضيها وش تسوي بها؟ جزاك الله خير. نعم، إذا بلغت المرأة بلغت سن الحيض إنها يجب عليها الصيام والصلاة وفرائض الدين، فإذا تركت الصيام فإنها تقضيه مع إطعام عن كل يوم مسكينا عن التأخير، لأنه باق في ذمتها فتقضيه على حسب استطاعتها، ما هو لازم تقضيه جميعا، تقضي الأشهر جميعا، لا، توزعه على حسب استطاعتها إلى أن تخلص منه. نعم. أحسن الله. ولو فرقته. طيب، جزاكم الله خير يا شيخ. أبو عبد الله يقول يا شيخ أنا أتردد كثيرا على مكة والمدينة، أيهما أفضل في الأجر، مكة أو المدينة مع الأدلة؟ لا شك أن مكة أفضل، الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عن 1,000 صلاة فيما سواه، فمكة أفضل لأنها البلد الأمين وفيها البيت العتيق وفيها المشاعر الحج والعمرة، فهو أفضل بلا شك. نعم. علي من أبها معنا على الخط، تفضل أخي علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. عندي الشيخ، عندي سؤال للشيخ صالح. تفضل. شيخ صالح أحسن الله عملك، أنا عندي الوالد عمره وصل 90 سنة، وعمتي زوجتها أول واحدة أخذها عمرها بعد حوالي 85 سنة. عندهم يا شيخ طال عمرك نبوي نتزوج بعدها اسمه متزوج ثنتين، ولا عاده يجيها ولا عاده ينام عندهم ولا عاده يعني طعنت في السن. طلبت منه الطلاق وهو رفض والدي يا شيخ بحجة اني ابغيش تزيد تستقبلني مرة ثانية واعود زي ما كانت عمرها حوالي 25 سنة من اول. نبغي منك توجيه للوالد يا شيخ، هو قد عمرها 80 سنة، عاشت معه في الجوع، عاشت معه في التعب، عاشت معه في الشقة والمدة كلها. والوالد رفض انه يطلقها بحجة انه يقول ابغيش ترجع لي من جديد، وهي عجوز تعرف يا شيخ. طيب. وهو شايب حتى. واضح السؤال يا أخي، إذا كانت في ذمته يلزمه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال، ليلة من أربع ليال يلزمه أن يبيت عندها، يبيت عندها ولو لازم أنه يحصل منه جماع ويحصل، المقصود وجوده عندها ومبيته عندها وأنسها به وأنسه بها، هذا هو المقصود. نعم. فضيلة الشيخ، وردنا هذا السؤال من سوداني مقيم بالرياض، يقول ما حكم الشرع في نظركم الشيخ صالح في إفتاء الناس بغير علم؟ حرام، هذا من القول على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالفتوى بغير علم أشد من الشرك، لأنه قول على الله بغير علم، والفتوى لها جهات مخصوصة ولها أهل معروفون، فعلى السائل أن يسأل أهل العلم. قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيجب على السائل أن يسأل أهل العلم، ويجب على المسؤول أن لا يفتي إلا بعلم هو على دليل من الكتاب والسنة، لأن هذا في الذمة. نعم. وفا من الرياض تقول في غرفتي يا شيخ علقت اسم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أصلي عليه عندما أقرأه. لا، هذا لا أصل له، تعليق الأذكار والأسماء هذا لا أصل له. والمسلم يذكر الله ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ما علق اسمه. نعم. أبو علي من بيشة، تفضل. معنا أبو علي أو انقطع؟ بالنسبة للجنازة يا شيخ، هل الأفضل أن تكون تابعة أو متبوعة؟ الركبان يكونون أمامها والمشاة خلفها. نعم. ما حكم الدعاء بصوت عال بالنسبة للميت والناس يؤمنون خلفه في حال الدفن؟ لا، ما يؤمن، يدعون مثل كل يدعو بنفسه، ولا يدعو واحد وهم يؤمنون. قال صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفن أحد الصحابة وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فيقفون عليه وكل يستغفر له وكل يسأل له التثبيت، ولا يكون دعاء جماعيا ولا يكون أيضا يدعو واحد وهم يؤمنون، هذا خلاف السنة. نعم. أحسن الله إليكم. ورد هذا السؤال فضيلة الشيخ، بالنسبة للشخص الذي يعجب بنفسه عندما يعمل أعمال صالحة وعبادات، كيف يزيل الشخص هذا الإعجاب منها؟ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويعتبر نفسه مقصرا مهما عمل من الأعمال الصالحة، فهو مقصر في حق الله تعالى. ثم أيضا لا يزكي نفسه، ربما يكون هذا العمل غير صحيح لأنه اختل شرط من شروطه، فهو يرجو الله ولا يجزم بأن عمله صحيح ولا يستكثره ولا يعجب به، لأن هذا يبطل العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، إذا كان على شخص إطعام مساكين، هل يجوز أن يشتري من الأرز الرخيص أو التمر الرخيص؟ وما رأيكم من عمل مثل هذا؟ الله جل وعلا قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من المتوسط، لا هو من الجيد ولا هو من الرديء، بل هو من المتوسط، هذا هو الواجب. وإذا أخرج من الجيد فهو أفضل، وأما الرديء فلا يخرجه. قال الله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والخبيث هو الرديء، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. نعم، شكر الله لكم وفضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك والذي جمعنا بفضيلتكم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. أشكر زملائي يزيد محمد الماضي ومحمد عبد العزيز الحامد في مكتبة الشيخ، رتبوا لنا هذا اللقاء، كما أشكر كافة زملائي معي في استوديو الرياض من الفنيين والمخرجين. هذا زميلي ناصر القمي مخرج هذه الحلقة، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.